كانوا 2 3 5 والواحد كده كل ما يخش واحد كده يعني يسعد بسعادة لا يضاهيها سعادة. والله حينما تلاقي واحد كده يعني ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدره للإسلام ويؤمن بالله عز وجل حاجة جميلة أوي. ولكن عايز أسأل سؤال، ما هو السبب الذي يعني جاء به؟ حد راح جابه؟ حد اتحايل عليه؟ ها؟ لا، سبحان الله، هو حس كده ان في شيء بداخله تجاه الشريعه وحب للمسلمين. لكن عايز اقول حاجه مهمه قوي، ان احنا باخلاقنا باحترامنا لشريعتنا بتقديس كلام ربنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم باتباع المنهج باتباع السنه لابد ان يكون له اثر حتى بغير المسلمين. امال لما تسمع بقى كلام للمسلمين نفسهم تعمل ايه؟ يعني المسلم يفرط في دين الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بهذا الرجل الذي أتى هذا البيت وسمع خطبة الجمعة وكان السبب في إسلامه؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدل سيئاته وحسنات. اللهم اغفر له، اللهم اشرح صدره، اللهم ثبته، اللهم ألق في قلبه حب القرآن حب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا في غاية السعادة وأنت كذلك. ويسأل الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ناصرا دينه بنا أو بغيرنا، بنا أو بغيرنا، فاللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. اللهم استخدمنا لدينك وشريعتك ولا تستبدلنا. اللهم آمين. مستر فانك أسلم إن شاء الله. هو مش أنا اللي هقول، هو اللي هقول إن شاء الله تعالى. أشهد أصدق أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. السلام بس عشان ايه ما نضايقوش. ماشي ماشي.